احنا من 2017 وتوجيهات سيادة الرئيس ان يتم الالتزام ويتم تعويض اهالينا من النوبة من انشاء السد العالي وخزان اسوان. واحنا تم الحصر بعد توجيهات سيادته مباشرة، وتم الحصر ب 11500 مستحق. تقدم للمرحلة الاولى 6171، وعايزين نقول ان تم تسليم المستحقات، وكان في احتفالية تمت داخل محافظة اسوان بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وكان يوم عظيم جدا، وكان تحت شعار الوفاء بالوعد. احنا هنفتح ان شاء الله المرحلة الثانية اعتبارا من يوم الاحد 17/1. لباقي الذين لم يتقدموا هم 5329، ان شاء الله 16 مقر جاهز لاستقبالهم، محددين هذه المقرات على الصفحة الرئيسية للمحافظة.